تجسيدا لقيم التضامن والتكافل ومع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. استلم اليوم الهلال الأحمر الجزائري هبة من ألبسة العيد لفائدة أطفال غزة. العملية التي أشرفت عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين تشمل أيضا توزيع ألبسة العيد للأطفال اليتامى بمختلف ولايات الوطن. الاتحاد العام للتجار الحرفيين تحت لواء وزارة التجارة والهلال الأحمر الجزائري نقوم كذلك بإضفاء الفرحة ومواصلة يعني الفرحة نتاع المواطنين. الألبسة يعني من علامات مميزة من عند التجار، من عند مصنعين جزائريين، مصنعين تاع علامات عالمية موجودة في الجزائر، يعني أبوا إلا أن يكون فيه قسط كبير باش أننا نوزعها بين يقوم بها الهلال الأحمر الجزائري اليوم يستلمها رسميا ليوزعها بين الأطفال اليتامى الجزائريين وأبناء غزة. كان الهدف تاعنا كسوة 20,000 يتيم، بفضل هذه المساهمة القيمة اليوم اللي حصلنا عليها وصلنا ل 90,000 قطعة من الملابس زيادة على ما تم تحضيره من طرف الهلال الأحمر الجزائري، الشيء الذي سيغطي طبقة كبيرة من العائلات المستحقة في الجزائر اللي راح نفرحوهم، المرضى، الأطفال، أبنائنا كذلك اللي راح يفرحوا بهذه المساهمة القيمة.